الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تبارك لنا في جميع أمورنا يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم طول أعمارنا على طاعتك وعلى خدمة دينك الإسلام مع الصحة والعافية ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين بمحض فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سهودنا غلي نمرد يبدو سمير لنا تندى أو بجاري كما يقول خادنا كرم مندر وهيج وند سنية وجن سانغتين سامستانا ديرشن بهمانة بطة ونيرا يستاد بيرودا درهمان سكافي سامساري كنو يستاد برجلا يادر وربم تنيكم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله.